ثمرة تعاون وشراكة بين شركة الكتاب العربي للتعليم والتدريب ونادي المختار بطبرق كانت بإقامة مهرجان ترفيهي رياضي لطلاب المدرسة. وهذا المهرجان الأول للكتاب العربي بداية العام الدراسي 19-20. إن شاء الله يعني المدرسة الخطة النشاط متاعها العام الدراسي 19-20 منظمة برنامج نشاط رياضي بالتعاون مع أندية طبرق جميعا إن شاء الله. ما زال عندنا البرنامج في نص العام الدراسي إن شاء الله بعد العام الدراسي مع نادي الصقور والنوادي اللي في مدينة طبرق. فقرات فنية وترفيهية ومسابقات مختلفة شارك بها التلاميذ من مختلف المراحل الدراسية ليكون عامهم الدراسي منوعا وحافلا بالمناشط والفعاليات. طبرق يا زهرة فواحة، طبرق يا سحر وجمال، طبرق جود وكرم وطيبة، أخوة ود وأمال، طبرق تاريخ وحضارة، طبرق ميراث الأجداد، طبرق يشهد ليها العالم في التضحية والجهاد. مشاركة نادي المختار في إنجاح هذا المحفل تأتي في إطار الدور التثقيفي للأندية الرياضية ومساهمة منه في تحقيق الغايات المرجوة للارتقاء بمستوى التعليم. نادي المختار ساحة شعبية لبلدية طبرق. نادي المختار نادي من 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 تأسس عام 1960. هذا النادي يقوم بنشاطات عدة وقام بالشراكات على مستوى بلدية طبرق، ونادي المختار يكون سباق دائما في الاحتفالات والمهرجانات. عام دراسي بدأ متأخرا بعد إضراب المعلمين للمطالبة بحقوقهم، لكن الآمال معقودة على عزم الطلاب والكوادر التعليمية داخل المدارس لتلافي التأخير واستكمال العام الدراسي على الوجه الأمثل.